ولنقش ملف سلاح الميليشيات المنفلت في العراق واستهداف المدن والمواقع العسكرية تابعة للتحالف الدولي، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللاني. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. نبدأ باستمرار القصف على مطار بغداد، كيف يفسر خاصة وأنه يعد الهجوم الثالث في غضون أسبوع واحد فقط؟ يعني سيدتي واضح أنه ليس هذا الأسبوع فقط، وإنما هذه الهجمات أصبحت هجمات شبه مستمرة شبه يومية، تؤكد ميليشيات من خلال هذه الهجمات على أنها المسيطر وعلى أنها فوق القانون وأقوى من القوات الحكومية والحكومة نفسها. كون أنها اليوم أن رئيس الحكومة يصرح أكثر من مرة بأن هذه العمليات وهذه الهجمات هي مخالفة للقانون وتعتبر هجمات إرهابية على قوات التحالف، لكنها ما زالت مستمرة ولا يوجد هنالك آلية لردع هذه الميليشيات. يصف البعض مهام الكاظمي لمحاسبة الميليشيات وإيقاف نفوذها بالمستحيلة، ما مدى إمكانية نجاح الكاظمي في تحقيق وعوده هذا؟ النوايا سيدتي الكريمة، لا توجد هنالك نوايا لدى الكاظمي ولدى هذه الحكومة في مواجهة هذه الميليشيات أو الحد من خطرها، كون أنه في النتيجة هو كان نصب بتوافق من قبل هذه الميليشيات والأحزاب ومع الطرف الإيراني. هذه الميليشيات تمتلك أسلحة خفيفة ومتوسطة وبعض الأسلحة الثقيلة، ليست مستحيلة، بالعكس كنا هنالك قوات، هنالك جيش، هنالك جهاز مكافحة الإرهاب، هنالك إرادة شعبية لإنهاء ملف الميليشيات، لكن لا توجد إرادة حكومية لإنهاء هذا الملف، بل أن الحكومة اليوم أصبح واضح بأنها تتراجع وأنها خائفة من ملف الميليشيات أن تفتحه أو تتقرب له حتى. أعلنت واشنطن في وقت سابق أن الهجمات لا تمثل تهديدا فعليا وإنما عدته عملا بمقدور السلطات الحكومية التعامل معه. لماذا برأيك لا تلتزم القوات الحكومية بالحد من هذا الانفلات الأمن الحاصل؟ يعني سيدتي، أمريكا وضعت الخطوط الحمراء لهذه الميليشيات أنه عدم قتل مواطن أمريكي، وإلا سيكون الرد عنيف جدا كما قتلوا سليماني والمهندس، وغير هذا أصبح اليوم أمريكا ترمي الكرة في ملعب الحكومة العراقية لكي تحرجها في محاولة، لأنه هذه الحكومة دائما ما تدعي السيادة، تدعي السيطرة على الملف الأمني والعسكري. أمريكا اليوم ترمي الكرة في ملعب هذه الحكومة وتقول لهم أن هذه الفعاليات فعلا القوات الحكومية قادرة على السيطرة عليها، لكنها حقيقة لا توجد هنالك. ملف الميليشيات اليوم أصبح ملف خط أحمر بالنسبة لهذه الحكومة لا تتقرب له. منذ أول مواجهة مع ميليشيات حزب الله تراجعت هذه الحكومة، ومنذ تلك اللحظة لم نسمع عن أي احتكاك أو توجه حقيقي لمواجهة هذه الميليشيات أو حتى سحب سلاحها. في هذا السياق، وفقا للجنة الأمنية النيابية، فإن الميليشيات المنظمة مسؤولة عن قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد، إلى أي مدى يؤكد ذلك على أن العراق بات خاضعا لسلطة الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران؟ يعني سيدتي، واضح أصبح لدينا اليوم هذه الميليشيات اليوم لا تعمل في الخفاء، هي تعمل بصورة واضحة جدا أمام الجميع، أمام القوات الحكومية وأمام الشعب، وكأنها تمارس دور سلطة داخل سلطة، وأصبحت لدينا اليوم قوات أمنية داخل القوات الأمنية. فاليوم لا أعتقد بأن هذه الميليشيات تخفي هذه الأعمال كونها لا تخشى ولا تخاف من أي توجه حكومي. المطلب الشعبي الأول بالتأكيد اليوم يرتفع في إنهاء وجود هذه الميليشيات، لكن تبقى هذه الحكومة اليوم حقيقة هي أثبتت بأنها كسابقاتها حكومة غير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات، بالعكس بل متعاونة معها. العمليات التي جرت في البصرة اشتركت فيها ميليشيات الحشد الشعبي، وهذا دليل على أنه لا توجد هنالك حقيقة أي نوايا لإنهاء ملف الميليشيات. ما مدى إمكانية أن تشهد العلاقات العراقية الأمريكية تحولا لصالح استقرار العراق، خاصة بعد الانعطاف الجديد في العلاقات بين بغداد وواشنطن عقب مقتل سليماني والمهندس؟ يعني حقيقة مقتل سليماني والمهندس كان ضربة قوية جدا لهذه الميليشيات، أضعفت من
منها، وبالتأكيد استفزتها كي تقوم بهذه بعمليات، لكنها بالتأكيد أثرت على مستوى هذه العمليات. تبقى في أنه واشنطن اليوم تنظر إلى الملف إلى الملف العراقي كملف شائك. هذه الميليشيات اليوم لا يوجد هنالك من يواجهها، وبالتأكيد في زيارة الكاظمي الأخيرة صار أخبره ترامب بصورة واضحة أنه لو أردت مواجهة هذه الميليشيات فأمريكا سوف تكون عون لكم، قوات التحالف موجودة. لكن حقيقة يبقى هذا السؤال، هل هذه الحكومة جادة في مواجهة هذه الميليشيات وإنهاء ملف السلاح المنفلت في الشارع؟ شكرا جزيلا لك الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين.